اتفقنا ان بعد زن الصبح بتاع العيال لازم نروق على نفسنا ولو يوم في الاسبوع. النهارده بقى هنروق على نفسنا ونروق مع حد معانا كمان. يعني شوفي كده اي ام غلبانه زيك كده عيالها بيقعدوا زينوا الصبح، خديها معاكي في ايدك وانت رايحه البيت وروقي وانتوا الاثنين. انا جبت طاسه سخنه ودهنتها كده دهنه بسيطه خالص من الزبده. انا غيرت الطاسه لان انا كانت صغيره على العيش، جبت عيش تورتيلا. انت ممكن تعملي عيش بلدي ظهر العيش، تقطعيه كده ظهر ووش، او تعملي اي نوع عيش تحبيه، او رقاق طري، او اللي هو العيش السوري زي ما تحبي. ودهنته بقى دهنه بسيطه كده بباربيكيو صوص، او لو عندك كاتشب، او لو عندك صوص البيتزا اللي بيتباع جاهز، اي حاجه. المهم ان انت تروقي على نفسك، لا تزعلي نفسك ولا تعصبي نفسك. هنحط بقى ايه، انا حطيت جبنه موتزاريلا وحطيت روز بيف متقطع كده مكعبات وجبنه تشيدر احمر. طبعا الحشوه دي زي ما اتفقنا زي ما تحبي، حطي اللي تحبيه واللي موجود عندك. طبعا الجبنه الموتزاريلا عشان بتعمل مطه بقى وشغل كده، لكن لو انت مش بتحبيها او لو مش موجوده حطي اي حاجه، خضار مثلا، زيتون، اي حاجه تحبيها. وحطيت طبقه تاني من العيش وبعد كده ضغطت عليه قوي وحمرته كده على الوجهين. اول ما اتحمر قلبته وخليته يتحمر على الوجه التاني. بصوا بقى، هو كان النيه ان انا اعمل لكم بيتزا يعني تبقى طبقه واحده، فلقيت ان لا، الطبقه هتبقى خفيفه قوي، فقلت احط عليها طبقه كمان بحيث ان هي تبقى ساندوتش كده، والجبنه من جوه سايحه وبتبص كده زي ما انتم شايفين. على فكرة الساندوتش ده ينفع برضو للمدرسة وينفع للجامعة، ممكن تعمليه وتقطعيه وتاخديه معاكي في لانش بوكس بتاع المدرسة او بتاع الجامعة، او تفطري بيه بقى تروقي بيه على نفسك زي ما انت شايفين كده. هنعمل بقى مشروب المرة دي ساقع مش سخن، والمشروب ده صراحة من الافتكاسة بتاعتي. انا جبت توينكيز، ممكن تحطي قطعة او اتنين، لو انتوا اتنين حطي قطعتين، لو انتي واحدة حطي قطعة واحدة بس من التوينكز اللي بتعمل شوكولاتة، ممكن كمان يتعمل بالهوهوس. وكان عندي نص ظرف من النسكافيه اللي بتعمل بندق ده وحطيته، وهنحط طبعا التلج. تشتغلي في الخلاط او تشتغلي بالهاند بلندر اللي تحبيه واللي موجود عندك. وبعد كده بقى حطيت بولة او بولتين من الايس كريم، ايس كريم فانيليا، ايس كريم شوكولاتة اللي موجود. هنعمل حاجه كده زي الميلك تشيك بس زياده عليه النسكافيه دوت، وربع كوبايه من اللبن او نص كوبايه من اللبن، يعني بتخفي الخليط على حسب ما ياخد معاكي. المهم ما يبقاش لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. وهات الكاس بتاعك بقى وصب المشروب الجميل، ما اقدرش اقول لكم حلو قد ايه. كان طعمه لطيف جدا جدا، يعني طعمه يفوق وفيه شوكولاته، وكمان طعم النسكافيه بيزود من طعم الشوكولاته. طبعا بقى ايه، تقدري تاخدي شريحه او اتنين من العيش دوت، او البيتزا اللي هي من غير عجن دي، او الساندوتش ده، طعمه لذيذ قوي وحلو قوي. روقي على نفسك، مفيش حاجه تستاهل علشان تقدري تكملي بقيه اليوم لو عجن.